حياكم الله. اقتحام سجن رومية عملية انتقامية نفذتها دولة داخل الدولة اللبنانية، ربما هو الوصف الأدق لما حصل، وربما يستحي وزير الداخلية نهاد المشنوق من الحقيقة، لذا اعتبرها عملية أمنية. لماذا يشهد زورا هو وكل الحكومة عندما يتعلق الأمر بالسنة؟ لماذا يستفز لبنان النصرة؟ هل يدفع الجبهة لقتل الجنود الأسرى؟ هل يغلق ملف الأسرى وإن قتلوا جميعا؟ بالأمس عملية جبل محسن كانت صنيعة لبنانية خالصة. هذا ما يحدث عندما يكون السني في سجن رومية موقوفا حتى دون مذكر، بينما العلوي المطلوب للقضاء في قضية تفجير مسجد كان على المقهى متسكعا قبل أن تجد العدالة طريقها إليه. في ملفنا الثاني، الجنرال مارتن ديمبسي يقول إن القوات الأمريكية مستعدة لخوض حرب برية ضد نظام الأسد، والسيناتور جون ماكين يفتح النار على سياسات أوباما ضد التنظيم. هل بدأت واشنطن بعد تشارل إبدو تستنتج الاستنتاجات الصحيحة؟ هل قررت ردم المستنقع بدلا من مطاردة الذباب؟ بعد لحظات في تفاصيل. أهلا بكم. توعدت جبهة النصرة بمفاجآت كما تقول تخص العسكريين اللبنانيين المحتجزين لديها على خلفية اقتحام السلطات اللبنانية لجناح المعتقلين الإسلاميين في سجن رومية. وفي الأثناء تجمهر أهالي عسكريين محتجزين لدى النصرة وتوجهوا بسؤال لوزير الداخلية نهاد المشنوق عن من سيدفع ثمن تصرفات الحكومة، وناشدوا النصرة بعدم قتل أحد من أبنائهم. نتابع. ربما لم يكن لدى الدولة اللبنانية صلاحيات أو على الأقل موانة إنجاز التعبير على رئيس سجن رومية أو حتى على كبير حراسه لتطلب منهم أن يقوموا بعمليات احترازية أو إجراءات تضييقية على المساجين ومراقبتهم، عندما شكت أي الدولة وبحسب ادعائها الذي يبدو لأصحاب العقول على الأقل سخيفا أن تفجيرات جبل محسن الأخيرة تمت بالتنسيق مع داخل السجن. وإلا لو كان لدى الدولة هذه الصلاحيات لما تم اقتحام السجن ولماذا تقتحمه؟ أو التشكيك الأدق الآن حول قدرة الدولة اللبنانية على ضبط موظفيها ومنشآتها بالدرجة الأولى قبل أن تضبط أعداءها والمتربصين بها. يرجح مراقبون أن تكون عملية اقتحام السجن انتقامية قام بها جهاز تهابه الدولة ذاتها، فعادة الحكومات لا تتصرف بأفعال كالعصابات، ولو أن ومنذ اعتقال لبنان لسجاد دليمي تبدو أفعال الدولة أشبه بعصابة، خصوصا إذا ما تعلق الأمر بالسنة، أو قد تكون أقل وطأة بقليل وتتحول الحكومة لشهود زور دائما على أفعال ميليشيا حسن نصر الله، وهو ما يحدث الآن تماما مع وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي يحاول تبرير ما حدث في رومية على أنه خطة أمنية. وهنا وردا على تصريحاته وجه له أهالي الجنود المعتقلين لدى النصرة سؤالا، من يدفع ثمن استفزاز النصرة؟ ويبدو أن الأهالي يعلمون أن المشنوق سيعود بعد نهاية الدوام إلى منزله هانئ البال، لذا توجهوا مباشرة في خطابهم للنصرة وناشدوها عدم قتل أحد من أبنائهم المعتقلين. وبالحديث عن النصرة فإن الجبهة هددت بقتل كل المعتقلين لديها، وتوعد النصرة حق، فقد فعلتها عندما هددت بقتل الأسير علي البزال وقتلته بالفعل، لكن السؤال لماذا الإصرار من لبنان على استفزاز النصرة؟ ماذا تريد الدولة؟ ربما تريد إغلاق ملف الأسرى كاملا بأن تستجر الجبهة لما وصلت إليه الآن وتقوم بقتلهم جميعا، لكن هل يغلق ملف الأسرى ولو قتلوا جميعهم؟ فالمعارك مستمرة وحبل الأسرى كما يقول المثل على الجرار.
عموما المقلق أكثر أن عملية جبل محسن نفذها لبنانيين، ومن المنطقي أن يكون الاستنتاج أن لبنان على صفيح ساخن جدا، خصوصا إذا ما علمنا أن أحد المقتولين في جبل محسن هو مطلوب للقضاء في قضية تفجير مسجد، لكنه ببساطة كان يجلس على المقهى ربما يحتسي قهوته، وبالمناسبة فهو من الطائفة العلوية. أناقش هذا الملف مع ضيوفي لقمان سليم مدير مؤسسة تومم للتوثيق والأبحاث، ضيفي عبر أقمار الصناعية. أهلا بك أستاذ لقمان، عبر الهاتف عضو تيار المستقبل من البقاع الأستاذ جمال الجراح. أهلا بك سيد الكريم. ومعي أيضا نزهة جعجع، هي والدة بير جعجع المعتقل لدى جبهة النصرة، عبر الهاتف. أهلا بكم جميعا. اسمحوا لي ضيفي أن أبدأ مع السيدة نزهة جعجع. قمتم اليوم بتوجيه سؤال إلى الوزير المشنوق، هل لنا أن نعلم ما هو السؤال منك مجددا سيدتي الكريمة؟ مساء الخير لك ولضيوفك. مساء النور. السؤال: شو ذنب جوزي رفعته؟ أذهلني في عداوة بين العلوي والسنة. جوزي رفعته ما له ذنب، ما له علاقة، دولتنا مسيسي ما حسب الله. جوزي من بيت جعجع ما خدته بحسب الله، يطلعوا منا بقى بدهم يقدموا يسكروا الملف، يعني دولتنا مسيسي ما حسب الله. هاي كلمة بحب وجهها لجبهة النصرة، بحب وجهها لكل العالم، لدولتنا ولكل العالم. دولتنا مسيسي ما حسب الله علنا، كان مع الجيش ولا كان مع نهاد المشنوق. يطلعوا منا، نحن بدنا رجالنا، رجالنا ما ننزلت. طيب سيدتي، أتهني في تراب بين العلوي والسني، رجالنا ما ننزلت. حرام عليهم بقى يرحمونا. حرام عليهم، إذا ابن الدولة هالقد يتبادل، شو تركوا لغيره للمدني؟ بدي يقتلونا يسكروا الملف يعني، بس إذا قتلوهم ما رح يصير طيب. طيب يعني أنت بتتوقعي الآن سيدتي، يعني بتتوقعي أنه هذا الاستفزاز من دولة لبنان يذهب إلى حتى أنهم يقوموا بإغلاق هذا الملف كما بتتحدث الآن، يعني يقتلوا الجنود وتنتهي القصة؟ هيك المبين، هذا المنفوت، هذا الواقع، هيك العيان هو ليصير هيك يعني. بس إذا بيصير هيك بتقوم لأيامي بلبنان، ساعتها بتقوم لأيامي عن جد، لأنه ما حدا ابن رخيص عنده، كلنا رجالنا غالي علينا، أولادنا غاليين علينا. بدها بتقوم لايامي على الدولة على حزب الله معه، مش على الدولة بس، على الدولة على حزب الله. بتقوم لايامي مني وعلي، انا ما رح خلي ابن زعيم وما اقتله. اذا بيصير على جوزي شيء، كنا بتهذيب معهم وكنا محترمين معهم لاخر درجه، بس اذا بيصير على جوزي شيء يا ويله. جوزي ما له ذنب، هن مافيات، هن عيقبضوا عليهم، عيقبضوا عليهم من دول برا، من دول الغرب. بتجي الرومي في مدري كم واحد مسجونين براءه، طالعين براءة، ما علينا أحكام، شو تركينهم؟ طيب بدوا عليهم؟ طيب الآن السؤال يعني، طيب طيب يعني حرام. طيب لا، على ما يبدو أنه الحكومة اللبنانية غير قادرة على هذا الموضوع، يعني أيضا هناك الحكومة اللبنانية هي عم تماطل بالملف، هي بدها تقتل العساكر. لا لكن هناك سيد من بيت، طيب سيدنا نوسى، هناك سيد من بيت حمص ذهب للقاء ولده وقد التقى فيه وذهب إلى الحكومة اللبنانية وقال لهم ماذا تطلب جبهة النصرة. الآن السؤال: هل هذا الطلب الذي يتم طلبه من جبهة النصرة مهما كان، هل هو أغلى من دماء اللبنانيين المحتجزين لدى جبهة النصرة؟ لماذا دولة لبنان غير قادرة على إعطاء جبهة النصرة ما تريد من المسجونين؟ ما هي الدولة اللبنانية قالت طلبهم هين وإن شاء الله بنحكي فيه، وين صاروا؟ راحوا على سجن رومي يقتلوهم حتى يقتلوا لنا العساكر؟ هن قالوا طلبهم معقول ومقبول، إنه هذا المسجون قالها بيتمه. الوزير إنه هذا المسجون قالها بيتمه، مش يا جماعة النهار اللي إجا ابن هذا حمص قال الدولة طلبهم مقبول وإن شاء الله رح نفكر فيه ونفوت فيه، فوت فيه رح يقتلهم سجن رومية، إيديهم سجن رومية. طيب على كل إنسان مضبوط. طيب دولتنا عن جد ما عم تشتغل صح. نعم على كل إنسان، عن جد مستقلين على العساكر. طيب على كل إنسان، ما بعرف في شيء من مضبوط لهالدولة، ما بعرف. طيب على كل إنسان وجه جميع هذه الأسئلة إلى من إلى ضيوفي في هذه الحلقة. شكرا لك سيدتي نزهة جعجع، زوجة بير جعجع المعتقل لدى جبهة النصرة. وتوجه بالسؤال إلى الأستاذ جمال جراح، سمعت ما تحدث به السيدة نزهة، هل تود الحكومة اللبنانية إغلاق هذا جمال الجراح أعتذر، هل تود الدولة
إغلاق هذا الملف باستفزاز جبهة النصرة وبالمقابل قتل النصرة للجنود اللبنانيين؟ أستاذ جمال، سمعت السؤال؟ طيب، على كل أنتقل الأستاذ لقمان سليم. أستاذ لقمان، سمعت ما تحدث به السيدة نزهة جعجع، برأيك كيف تعلق على هذا الموضوع؟ يعني بصراحة التعليق على الموضوع صعب، لا سيما بعد كلام لسيدة هي زوجة أحد المخطوفين، وفي طريقي إلى استوديو شاهدت الاستعدادات التي يقوم بها أهالي الجنود اللبنانيون لاستئناف تحركهم في الغد. بصراحة الأمر مدهش جدا أن تبادر الدولة اللبنانية بشخص وزارة الداخلية وقواها الأمنية إلى القيام بهذا العمل الأمني في سجن رومية اليوم. وعلى الأرجح بأن هذا العمل الأمني لا يهدف منه إلا إلى إشاحة نظر اللبنانيين عن العجز الكبير الذي يتمثل بما حدث بالأمس في جبل محسن، فمنطقة الشمال يعني عموما بسنيها وبعلويها شهدت خلال الأشهر في شهر تشرين الماضي مجموعة من الأحداث غير الواضحة حتى اليوم، لعب فيها الجيش اللبناني دورا كبيرا وانتهت بما يشبه أو ما أسمي مصالحة غير واضحة المعالم. أظن بأن ما جرى اليوم في سجن رومية كان تحديدا لإشاحة النظر عما جرى بالأمس، وكونه جرى على يد وزير الداخلية وهو من المعدودين أحد صقور طيار المستقبل، فالهدف أيضا كان بمثابة القول بأن تيار المستقبل يجدد من خلال هذا الفعل الأمني تمثيليته للشارع السني عموما. أظن بأن المواجهة التي جرت اليوم في رومية والتي تمثلت رسميا بنقل سجناء من مبنى إلى مبنى كان الهدف منها مزيد من الإصرار على أن تيار المستقبل الذي يخوض اليوم حوارا مع حزب الله يتحدث باسم اللبنانيين السنة، وهذا في واقع الحال ما نفاه ما ذكرته قبل قليل وما جاء في التقرير من أن منفذي العملية بالأمس في جبل محسن هما لبنانيان وهما من طرابلس. يعني إذا أردنا أن نقرأ ما جرى في جبل محسن في سياق غير أمني لقلنا بأن ما جرى كان بمثابة لا يقولها الشارع السني لتيار المستقبل في ذهابه بعيدا في إرضاء حزب الله وفي تقديم التنازلات، علما أن هذه التنازلات لم تبدأ في شهر كانون الأول الماضي يوم استؤنف الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله، وإنما بدأت من يوم أن تشكلت هذه الحكومة، أو حتى دعني أقول من قبل أن تتشكل هذه الحكومة. طيب، من يوم أن وقف سعد الحريري على باب المحكمة الدولية وأعلن انفتاحه على حزب الله، ثم مع تشكيل الحكومة إلى ما تلا ذلك حتى يومنا هذا. طيب، يعني هذا ما أثب به للأستاذ جمال الجراح الآن معي عبر الهاتف وهو عضو تيار المستقبل. أهلا بك أستاذ جمال الجراح. سأبدأ من حيث الأسئلة التي طرحتها السيدة نزهة جعجع زوجة بير جعجع المعتقل لدى جبهة النصرة. هل تريد الحكومة اللبنانية استفزاز جبهة النصرة لتقوم بقتل كل الجنود المعتقلين لديها وبالتالي تغلق هذا الملف؟ يعني لا أعتقد أنه الدولة بوارد أن تقوم بأفعال تستدرج من ورائها قتل لا سمح الله العسكريين المخطوفين. بالعكس عن ذلك، يعني معلوماتي أن الحكومة تقوم بجهود كبيرة وبجهد استثنائي لتحرير المخطوفين والحفاظ على حياتهم. لكن موضوع سجن رومية موضوع مختلف
وله علاقة بوجود الدولة داخل السجن. نعم. وله علاقة ب... طب ما هو موضوع السجن على وجه يعني حتى نفهم أكثر، ما هو موضوع السجن؟ لماذا هذا الاقتحام؟ يعني ألا يجدر يعني بالحكومة بالوزير أن يقوم بالاتصال بمدير السجن وبالتالي يعني أنه يحثه على زيادة الترتيبات أو التحصينات ما إلى ذلك؟ لا، حقيقة الأمر أن المبنى ده كان مبنى لا يدخله حتى الحراس، يعني مسيطر عليه بالكامل من السجناء، وليس هناك أبواب للغرف وليس هناك ما يشبه السجن داخل هذا السجن. كانت عملية فوضى كبيرة، وكان يعني حراس السجن لا يقدرون أن يفرضوا النظام أو أن يدخلوا حتى إلى المبنى أحيانا، وأحيانا بعض السجناء يرفضون أن يذهبوا إلى المحكمة. هناك عملية فوضى كبيرة كانت داخل المبنى ده، وأساسا هذا المبنى غير لائق إنسانيا أن يكون فيه سجناء بالأساس، وهذا ما صرح به وزير الداخلية أنه سيعاد ترميمه وبسرعة، يعني خلال 3 شهور، لكي يوفروا ربما الحد الأدنى من المستلزمات الإنسانية التي ينبغي على السجين أن يتمتع بها، وبنفس الوقت أن تكون الدولة قادرة على السيطرة والتحكم بالسجناء. طيب، طب أستاذ جمال، نعم، ماذا بالذي يقال بأنه الهدف من الاقتحام غير هذا الهدف هو بأنه ما تم وما حدث في جبل محسن كانت إدارته في سجن رومية، يعني الإدارة تأتي من داخل السجن من الإسلاميين اللي داخل السجن؟ نعم، يعني سمعت وزير الداخلية يقول أن إدارة العملية بجزئها الأكبر تمت من داخل السجن، لأن السجناء لديهم وسائل اتصال ولديهم هواتف وانترنت وتواصلهم مع الخارج بشكل مريح. لكن أنا أيضا أعرف أنه منذ أكثر من يعني أشهر، عدة أشهر، الدولة مصممة على تنظيم وضع المبنى ده، لأنه لا يمكن أن يستمر أن هناك مبنى داخل السجن. طيب. لا تتحكم به الدولة ولا آمر السجن ولا حراس السجن. نعم. ويستمر بهذه الفوضى العارمة. نعم، يعني أستاذ جمال سامحني، يعني لما سمعنا هذه التصريحات ذهبنا إلى بعض الخبراء بالجماعات الإسلامية للاستفسار أنه كيف يتم إدارة مثل هذه العمليات داخل السجن، لكن الجواب كان مختلف تماما، وهو أنه في عالم الجهاديين لا إمارة لأسير، فبالتالي كيف يتم ترتيب هذه العمليات من داخل السجن؟ يعني لا أعرف تفصيليا كيف تدار هذه العملية، لكن أنا سمعت تصريح وزير الداخلية، وأنا أعرف أن السجين من داخل مبنى ممكنه التواصل مع أي كان خارج السجن وبسهولة، وكان هناك أيضا عمليات خطف تمت في السابق. طيب. لأناس مدنيين مقابل فدية، وكانت ما تبين نتيجة التحقيق أن هذه العمليات كانت تدار من السجن. طيب، أذهب المسؤول عن نعم إذا سمحت لي، عن عمليات الخطف كان يدير جماعته من داخل السجن. بكل الأحوال للدولة الحق بالسيطرة على السجن وتنظيم أموره بغض النظر عن الناس أو طبيعتهم أو انتمائهم الذين داخل السجن، لكن أنا يعني ما يريحني أن هذه العملية تمت بدون إراقة دماء، دون وقوع قتلى من السجناء أو من القوى الأمنية. نعم، لكن أستاذ جمال، أن وزير الداخلية قال سيرمم السجن خلال 3 شهور وتعاد الأمور إلى طبيعتها ويتمتع السجن بحد أدنى. نعم، يعني ما يطمئنك أستاذ جمال، ما يطمئنك هو حق، لكن ربما وزير الداخلية لم يحسب جيدا الاستفزاز الذي تم لجبهة نصر التي أخرجت بيان، وإذا كنت تذكر عندما قالت بأنها ستقوم بقتل علي البزال وقامت بقتله، يعني هي عندما تخرج بيان تقوم بتنفيذه، لم يتم التوافق. أذهب الآن ضيفي أستاذ لقمان سليم. بالمقابل أستاذ لقمان، يحق للدولة إذن
أن تدخل على هذا السجن تقوم بترميمه 3 شهور، بعد ذلك يتم نقل السجناء. لكن السؤال، هناك بعض السجناء لا يوجد في حقهم مذكرة توقيف، وبالمقابل نلاحظ أنه بعض المطلوبين من القضاء اللبناني هم أحرار، وأكبر دليل على ذلك ما حصل يوم أمس في جبل محسن عندما كان أحد منفذي تفجير المساجد على هذا المقهى، وأيضا رفعت عيد وميشيل سماحة. نعم تفضل. ولكن دعني قبل أن أجيب عن سؤالك بشأن التأخر المريع في محاكمة المئات من الموقوفين وتحديدا الموقوفين الإسلاميين، أنا أقول بأن ما جرى اليوم في سجن رومي لا يمكن قراءته فقط قراءة حدثية أمنية إدارية على ما حاول أن يفعل وزير الداخلية. هناك مسألة التوقيت، لماذا اليوم؟ كلنا يعلم بأن الوضع في سجن رومي ليس وضعا سليما، وبأن هذا المبنى لا يشبه ما يجب أن تكون عليه المباني في السجون، وهذا الأمر يعني طويل مديد وكلنا يعرفه. لماذا اختار وزير الداخلية أن يقوم بهذه العملية اليوم؟ ما هي الرسالة التي يبعث بها وإلى من؟ وإن شئنا أن نذهب أكثر، من شاء أن يرضي من خلال هذه العملية؟ برأيك من؟ في المحل الأول، في المحل يعني أظن بأنه شاء أن يرضي وضعا عاما، هو وضع التفاهم القائم بين حزب الله وتيار المستقبل على مستوى الساحة اللبنانية. يعني للمرة الثانية أو الثالثة نرى الوزير نهاد المشنوق الذي نكن له كل احترام يقوم بعمل فلنقل بأنه اقتحامي على مستوى إرضاء حزب الله. يعني يوم رأيناه يستقبل في مقر وزارة الداخلية كبير أمنيي حزب الله تحت عنوان البحث في مصير قرية الطفيل، ثم في الأسبوع التالي رأينا أهالي قرية الطفيل يهجرون. يعني لم يكن ذلك الأمر فعليا مما يسر. يعني اقتحامات الوزير تأتي على حساب من؟ على حساب أهل السنة، حساب حاضنته؟ يعني بالطبع لا أعرف على حساب من، ولكنها على الأقل إنها تسر حزب الله والجهاز الأمني المشترك بينه وبين الدولة اللبنانية، والذي يتحكم من خلاله بقطاع واسع ومن مصير هذا البلد. بالطبع الموقوفون الإسلاميون في سجن رومي ممن ينتظرون المحاكمة منذ سنوات فضيحة الفضائح، وأظن بأنها ليست فضيحة النظام القضائي اللبناني فقط، ولكنها بالدرجة الأولى فضيحة برسم كل الزعامات السنية في لبنان التي لا تجرؤ على أن تجعل من هذا الملف أولوية. إبقاء سجن رومي، إبقاء هؤلاء الموقوفين في سجن رومي سواء في المبنى ب أو في المبنى د أو في المبنى ألف أو في أي مبنى لا يحل شيئا من المشكلة. هذا قصر نظر يتكل على الحلول الأمنية لحل مشكلة تتجاوز بكثير الجانب الأمني والجانب الإداري. هناك مشكلة أساسية يعبر عنها سجن رومي، ولكنها مشكلة عدم الرضا السني في لبنان، مما يجعل لربما العشرات بل المئات من الشبان السنة يذهبون صوب مذاهب متطرفة وغالية. نعم، وهذا ما حدث فعلا يوم الأمس عندما استطاعت لم تعترف بذنبها في إيصال هؤلاء الشبان. نعم تفضل. نعم صحيح، وهذا ما تم تنفيذه وكان جري يوم الأمس عندما استطاعت جبهة النصرة أن تقوم بتجنيد لبنانيين لعمليات استشهادية في لبنان. وهذا ما يقود إلى سؤال الأستاذ جمال الجراح، ماذا لو قامت جبهة النصرة التي ترفض الحكومة اللبنانية حتى اللحظة الاعتراف بأنها هي من قامت بالتفجير جبل محسن وتقول بأنه تنظيم الدولة هو المسؤول، ماذا لو قامت بتنفيذ ما تحدث به وقامت بقتل الجنود اللبنانيين؟ كيف سيكون موقف الحكومة وبالأحرى موقف نهاد المشنوق المحسوب على السنة؟ تفضل. يعني طبعا
قبل ذلك دعني أوافق صديق لبنان على رأيه أن التأخر الكبير في محاكمة الإسلاميين كما يسمون هو مسألة يعني سيئة جدا وأدت إلى تداعيات سلبية على كل الواقع اللبناني وليس فقط على الواقع السني. نعم. التأخر كان كبيرا وطويلا وغير إنسانيا وغير يعني غير طبيعي الحقيقة في تأجيل محاكمتهم لسنوات. نعم. وأنا أعرف أن الكثير منهم سيصدر حكم بهم ربما 6 أشهر أو سنة. ومن يعوضه على السنوات الباقية التي سجن فيها. نعم. ولا أنكر أن هناك أيضا أناس مرتكبين أو يجب محاكمتهم، لكن هذا الأمر مع اعترافي وموافقة السيد لقمان لا يمكن لوزير الداخلية يمثل الدولة أن لا يتصرف إلا بما يوحي أنه جاد في موضوع الدولة وموضوع سجن رومي كان يعتبر لدى كل اللبنانيين أنه طيب تسمح لي أستاذ جمال كما تأخير المحاكم المسلمين أن يبقى سجن رومي بهذه الطريقة دون رقيب أو حسيب. طيب طبعا التوقيت السياسي لو سمحت تفضل. طبعا نحن دخلنا إلى الحوار مع حزب الله وقلنا منذ البداية أن متمسكين بثوابتنا ومبادئنا ورأينا إن كان في موضوع المحكمة الدولية أو نحن رفضنا لتدخل حزب الله في سوريا، ونقول في أدبياتنا السياسية أن هذا التدخل هو من جر الويلات والحروب والنيران إلى الداخل اللبناني، أو أننا موافقين على سلاح حزب الله أو انتشاره في الشوارع. دخلنا إلى الحوار لأن منسوب التوتر المذهبي السني الشيعي، وطبعا صديقي لبنان يعرف هذا الأمر جيدا ويعيشه يوميا ربما أكثر مني، ومن موقعه المميز في لبنان. نحن من مسؤوليتنا الوطنية أيضا دخلنا إلى الحوار لتخفيف هذا الاحتقان، لأنه ليس من مصلحة أحد أن يتصاعد هذا التوتر لحد الاشتباك ونعود طيب. إلى حرب أهلية يريدها النظام السوري ويدفع لها بكل جهده وبكل إمكانياته وبكل أدواته وأذنابه وعملائه طيب. ليصل إلى حالة من الحرب الأهلية، والسيد لبنان يعرف هذا الأمر. مسؤوليتنا طيب. الوطنية كما هي أن نعيد الأمن إلى سجن رومي، أن نحافظ على الاستقرار لأن في ذلك خدمة للبنان وخدمة للثورة السورية. طيب أستاذ جمال تكرمت، فقط يعني مداخلة بسيطة، تحدثت بأنه موقفه كوزير داخلية أن يقوم الآن بما يتطلب الدولة من أمور قانونية، مهمتكم أن تعود الأمن لسجن رومية وأن يعيش لبنان بالأمن، وهذا جميعنا الجميع يطمح إليه ويطلب. ولكن هناك من يتساءل، طيب لماذا الإسلاميين يقومون تقوم الدولة اللبنانية بتوقيفهم بدون مذكرة؟ أنت تحدث أيضا بأنه ربما يكون محاكمته سنة وهو له سنين، بينما رفعت عيد وغيره 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 من غير السنة خارج السجون، وين الدولة عنهم؟ يعني العدل وين؟ العدل اللبناني وين موجود؟ يعني أولاً وين دور وزير الداخلية اللي بيطمح لإعادة الأمن لسجن رومية؟ كيف سيكون له مصداقية عند حاضنته الشعبية السنية؟ لماذا؟ تفضل. نعم. أستاذ جمال. نعم، يعني أولاً هناك مذكرات توقيف صادرة بحق السجناء، لكن ما هو غائب هو المحاكمة العادلة والسريعة، وهذا حق كل سجين أن يحاكم وبسرعة وأن يطلب سراح الأبرياء منهم. الوزير نهاد المشنوق وزير الداخلية منذ عدة أشهر، ولا يمكن أن تحاسبه على الفترة السابقة، مع اعترافي الكامل أن هناك تقصير في بعض المجالات من الدولة، وخصوصا عندما يكون ينتمي هذا المطلوب لفريق حزب الله، أو أنه يختبئ في الضاحية الجنوبية أو يتستر في مواقع حزب الله أو انتمائه لحزب الله، كما يعني عدد كبير من المجرمين صارين وتحت حماية حزب الله، وكل اللبنانيين يعرفون هذا الأمر، ومنهم قتلة الرئيس الحريري. فهل نعتقد أن الوزير نهاد المشنوق قادر على اعتقال قتلة رفيق الحريري ولا يقوم بذلك؟
لكن هناك امكانيات محدوده ومعينه متوفره للدوله. تعمل هذه الدوله الان بالامكانيات المتوفره لها. هذا لا يعني ان هناك في الماضي وقبل هذه الحكومه هناك تقصير من القضاء، هناك تقصير من بعض الاجهزه الامنيه، هناك بعض المطلوبين يتمخترون في الشوارع وهناك ابرياء في السجن. نحن نعرف هذا الامر جيدا، لكن الهم الاساسي ان نسير على خط بناء الدوله، ربما بخطى بطيئه، ربما بخطى غير متوازنه. انا قرب وربما على حساب السنه في لبنان هذا الطريق. نعم، شكرا لك استاذ. ليس على حساب السنه، لان يعني لا يمكننا ان نزايد على أن هذا المشنوع بسنيته أو وطنيته أو انتمائه لتيار المستقبل. نعم. لكن أقول لك بكل صراحة هناك إمكانيات للدولة تبنى، وآخرها الهبة من الكريمة من المملكة العربية السعودية المخصصة للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية للتسليح والتدريب وتقوية الأجهزة الأمنية. علنا ونصل يوما ما يفرض القانون على جميع الناس، وأن نتخلص من سلاح حزب الله الذي أصبح يعد المشكلة الأساس في لبنان، مضافا إليه تدخله إلى جانب نظام الإرهاب في سوريا ومقاتلته الشعب السوري البطل، اللي نتمنى له النصر القريب. شكرا لك. نحن متأكدين من نصره وسيحقق أمنياته ويقوم دولته الوطنية. شكرا لك. عند إذن ربما يكون نظام ديمقراطي في سوريا، ربما 90% من مشاكلنا في لبنان تحل. هذا ما نأمله. شكرا لك أستاذ جمال الجراح النائب عن تيار المستقبل، الضيف عبر الهاتف من البقاع. شكرا أستاذ لقمان سليم مدير مؤسسة أمم للتوثيق والأبحاث، ضيفي من بيروت. نذهب إلى فاصل أيها الأفاضل وبعده نتواصل.